هنروح لتقرير من عزبة أبو قرن في مصر القديمة، منطقة تحت سيطرة فقر وأحيانا جنب الفقر في جرائم أخرى. هنشوف التقرير. أجواء غامضة سيطرت على قرية كفر العمار بمركز توخ بالقليوبية بعد نجاة طالب ابتدائي بمدرسة ياسين سليم بعد سقوطه بأحد الأنفاق تحت المدرسة بشكل مفاجئ منذ أسبوعين، الأمر الذي أثار الرعب بين الطلاب وأولياء أمورهم. من أسبوعين في طالب في الصف السادس بيلعب بجوار السور البحري للمدرسة، فجأة الطالب دون سقط في حفرة عميقة. أخرجنا الطالب، والطالب كان سليم الحمد لله ما حصلوش حاجة. فوجينا ووجدنا من على الحفرة أنفاق أو حفرة عميقة داخل متجهة للمدرسة. إحنا وأنا ماشي أعمل بتاع طب بيه في الأرض، يا ربي لقيت نفق كده ماشي كده وكده، واحد ماشي كده وواحد ماشي كده. صدر قرار من السيد مدير الإدارة التعليمية بإيقاف العمل في مبنى المرحلة الابتدائية، وهو المبنى البحري اللي احتمال يكون فيه فحرة أو أنفاق تحت منه. لا قدر الله لو حصل أي حاجة بتنتهي من كفر العمار 15 عام، اللي هو من أولى كي جي 1 لحد ثالثه اعدادي. اولادنا هتموت، دي اصبحت ما اصبحتش مدرسه، دي اصبحت مقبره لاولادنا. بعض الاهالي نزل فعلا وصور الصوره من الداخل، صور النفق من الداخل او الفتح اللي هو السرداب من الداخل، كان فيه اخشاب وفي بلوك وكلام من ده لسنده الفتحه من الداخل. احنا هنا عايشين في كابوس مش فاهمين حاجه. احنا اصلا احنا عايزين نشوف ايه اللي بيحصل، حوالينا، احنا عايزين نصلح مدرسه، نصلح للولاد، نعمل حاجه. مفيش، كله عايش في رعب. عندنا المدرسة، عندنا الجهة المجابة للمدرسة المسجد، أصبحت دار المناسبات المحاربة بالمسجد مغلقة من قبل الأواف. أصبحنا ولا صلاة ولا تعليم، خلاص احنا وقفنا بقالنا سنتين في تحت جشع الآثار والطمع اللي بيتم. تقرير اللجنة قالت إن الفعل فاعل، وعلى الجهات الإدارية البحث عن الفعل. ده تنقيب عن آثار، وممكن المدرسة كلها تقع بالكامل. هيئة الآثار لم تحرك ساكنا إلى الآن، ولم تتحرك، والأوقاف المفروض بتيجي تشوف الجامع بتاعها ما جاتش إلى الآن برضو. توجهنا لعادل سليم عمدة قرية كفر العمار لنحاول فك لغز تلك الأنفاق ومدى حقيقة كونها تنقيب عن الآثار. اللي كان بيفحت ما بطل فحت. طب وإيه اللي عرفك؟ ما المكان قدام مكشوف يعني، وقوه بطل فحت بس. يبقى حضرتك عارفه؟ انا عارفه. مين يعني؟ هو يعني السرداب كان خارج من فيلا ورص. اذا كانوا هم يعني السبب في هذه السراديب يعني يتحاسبوا، مش السبب على الادارات الهندسيه بقى هي اللي تبرأ ساحتهم او تجيبهم. انا خايف اروح مدرستي بعد ما لقينا الحوف، ويا ريت اي حد يجي يحل له المشكله. لو مات طفل من كفر العمار مفيش كنوز الدنيا بحالها هتسويه. الحقيقة النهاردة بشيوب الإخراج معايا، لأنه أنا قلت تقرير وهم زعوا تقرير تاني خالص الحقيقة، فأنا بعتذر. فيعني النهاردة مش يومهم، أنا قلت عن تقرير عن عزبة أبو قرن وهم زعوا لكم التقرير بتاع الأنفاق اللي تحت المدرسة دي اللي بتشكل خطر على حياة الأولاد. هي كانت تبقى نمرة 2، دلوقتي هوريكم عزبة أبو قرن. إذاعة صح لو سمحت يا والي. في
في ظروف تصوير بها درجة كبيرة من الخطورة، حاولت كاميرا آخر النهار رصد معاناة أهالي عزبة أبو قرن الكائنة خلف مسجد عمرو بن العاص، حيث يسيطر على العزبة الكثير من تجار المخدرات، ما يحول دون دخول أي كاميرا لرصد واقع العزبة وحال أهلها. والواقع أننا وجدنا واقعهم أسوأ مما تخيلنا بكثير. نفرش كرتين دي بننام عليها، معي 4 عيال وابوهم وانا، وزي ما انت شايفه حضرتك اهو نفرش الكراتين والزباله نازله علينا والحيطان السقف يقع علينا اهو، والحيطان زي ما انت شايفه كده، بس الحيطان عامله ازاي. الشتا الميه بتبقى نازله علينا حنفيه حبل وارزويه على بابا، زي ما انت شايفه. انت جيتي على الطب، احنا ما شلناش ولا حطينا حاجه، حضرتك جيتي شفت المنظر بنفسك. وفي 1000 واحد جه، وفي 100 ناس جات وقالت ده احنا هنعمل وهنعمل لك وهنعمل لك، وما فيش اي حاجه، واحنا راجعين بقضاء ربنا. ولو ما اخذ لما بنعوز نعمل حمام بنروح عند الجيران. حالي وظروفي متخبطه، وراجل على باب الله ارزقني، يعني يوم 10 يوم 15 جنيه يوم 5 على حسب الظروف، وعلي 4000 جنيه. وزي ما انت شايف اوضه معفنه والسقف واقع ومغطيه بستاير. انا بساعد مع احمد لسه مخلص طالب، وبساعد مع بشت مناديل كل جمعه، بابيعهم وباجي بعد الصلاة. أحوالنا زي ما انت شايفه، عايشي زي أي حد معايش. أنا قلت الرئيس الحي سيادتك أنتم ما بتتحركوش غير لما البيت يقع وأي حد يموت، غير كده ما بتتحركوش. يعني أنا قلت له هنا في جنب وقع من قيمة شهر، قال لي في حد مات، قلت له لا. اللي بيقول لك المسؤول اللي مش عارفة تعين فين وشاله فين، وإحنا في عشش البيوت مشققة، مين هيسأل فينا؟ مين هيسأل فينا؟ قاعدين في خرابات أهو. طبعا انتوا قاعدين في ما حدش بيسال هنا، ولا حد اصلا بيسال هنا، هو اول مره حد يجي يبص لنا. احنا عايزين كل حاجه، العزبه كلها بايظه وما فيهاش ولا ميه يا زي الناس، ولا مجال تضرب في الشارع وتيجي في البيوت، وزي ما انت شايفه كده عيشش كلها كده زي ما انت شايف. ما فيش عربيه تعرف تخش لنا لو حصلت حاجه، لو حصلت مؤاخذه حريقه ولا حاجه، بتيجي العربيه في الجنينه، تخش في الجنينه وتمدوا الخراطيم عشان يطفوا. احنا تعبنا والعيال باظت في المنطقه، احنا عايزين نعيش في نظافه بقى، والبيوت دي شوفوا لكم حل فيها. انتوا بتساعدوا الناس المقتدره والناس الفقيره، ادكم شفتوا حالتها، فين المساعده بقى؟ فين الناس اللي انتوا بتموتونها خالص اكتر من كده؟ نعيش عايش من غير حمام ولا اه؟ فين؟ في الجبل معايا بنات، معيش مقدره ان انا اعمل لهم حمام، اعمل لهم فين؟ في الشارع؟ اه بيطلعوا الجبل ليه يعني؟ ده شرع اللي الرئيس بيقول ان احنا نساعد الناس التعبانه، فين هو اللي ساعدتونا؟ الحاله هنا الناس على كد حالها، مفيش دخل ومفيش ناس شغاله. الاوضه وقعت علينا ومش عارفين نبنيها، وزي ما انت شايفه حضرتك مرمين في السقف في التلج، ومحدش سائل فينا ولا حد معبرنا. الحمد لله يعني نحمد ربنا ونشكر فضل، بس احنا بنتكلم على الدفنه اللي احنا مدفونينها دي، و100 الف ناس جت قالت هنهد لكم، هنبني لكم، هنصلح لكم، هنجمل لكم المكان، هنعمل لكم السقوف، هنعمل لكم دوده. مفيش، وانا امكانياتي على قدي، انا شغاله ارزقيه على باب الله. نطلب من ربنا العدل، نعيش زي مش زي الناس ما عايشه، لا اقل من الناس، ربع الناس ما عايشه يعني، برضك الناس تبص لنا بعين الرحمه شويه. الشائع عن العزبه هو تجاره المخدرات، لكن لم يلتفت احد لحال اهلها البسطاء من ساكني القبور والعشش واصحاب الحرف البسيطه. هؤلاء من يتحملون قسوه الشتاء وحيدين دون ماوى، ينتظرون طوق نجاه حتى ولو كان مجرد كاميرا ترصد هذه المعاناه. فين الرئيس اللي بيقول ان احنا نساعد الناس الغلابه ونعيشها؟ فين هي العيشه؟ طيب احنا في كل مره بنعرض نفس الحاجات، وانا لسه بسال فين الوزيره اللي في الحكومه اللي انا بنسى اسمها، اللي مسؤوله عن الموضوع، دكتوره ليلى اسكندر يمكن، وزيره حاجه ليها علاقه بتطوير حضاري، عشوائيات حاجه كده يعني، على قد علامي. الحاجات دي افتكروا الرئيس عبد الفتاح السيسي مره قال في احد الحوارات خلال فتره الانتخابات، قال ده المصريين طيبين قوي، ده ما بيشوفوا بلدوزر ولا حفر عشان يركبوا حاجه يقولوا هالدنيا فكت اهي والحكايه تتحرك لقدام. طب انا عايز حتى الوزيره
تاخد من وحي هذه الكلمة ومن وحي فهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المشاعر لدى المصريين، تاخد منه بس ده وتقول والله ادي خطتي، والابو قرن دي امتى، العزبه دي عزبه الوالده امتى، الهجانه امتى، دي مش عارف امتى، وهكذا. يعني تدي بس عارف امل، يعني انا ببقى عارف انه ان شاء الله بعد 8 اشهر هتبتدي هيحصل كذا، وبعد 12 شهر هيقولنا علشان خاطر هنمضي مش عارف ايه عشان البيوت اللي هي مثلا قايلة للسقوط هتترمم او هننقل في حتة تانية، يبقى في تصور. لكن كده احنا هنعمل 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 وما بنعملش حاجة، النتيجة اللي احنا بنشوفها دي للأسف الشديد.